السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة وفصحى، بناء على رغبة مشاهدينا وبناء على رغبتنا إحنا شخصيا إن إحنا نكمل حلقتنا عن التخطيط الذاتي. طبعا حلقتنا كنا أول لما اتكلمنا عن التخطيط الذاتي ما كملناش حلقتنا للأسف، لأن كان وقت حلقتنا صغير. النهاردة نكمل حلقتنا. التخطيط مهارة مهمة جدا لتحقيق هدفنا في الحياة، عشان نقدر نخطط لأهدافنا أو نخطط لحياتنا الذاتية عامة. ده اللي هنعرفه حلقتنا النهاردة. قبل ما أدخل في حوارنا وقبل ما أدخل في حلقتنا، أحب أرحب بزميلي الأستاذ هشام الإمام. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. أهلا بك أستاذة مها. أهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في كل مكان، وتتجدد لقائنا مع الجزء الثاني من موضوعنا التخطيط الذاتي في برنامجكم كلمة في وصفة. التخطيط هو بناء إيجابي لحياتنا المتوازنة، واستعينوا بالله دوما ان بعد الكرب خيرا. ان شاء الله اتكلمنا في حلقه سابقه عن التخطيط على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. على المستوى العام هنكلمه بشكل فيه ايضاح اكتر مع المدربه الاستاذه سوزي ربيع، مدربه التطوير الذاتي. نرحب بيها في بدايه برنامجنا، وان شاء الله هنفيدكم بالمعلومات المهمه لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ. انا سعيده ان انا معاكم لتاني مره، وان شاء الله تبقى في لقاءات. اكيد اكيد شرفنا طبعا ان شاء الله باذن الله. وطبعا بناء على رغبه المتابعين عندي في الصفحه وعندكم في صفحه البرنامج، احنا لبينا طلبهم ان احنا نكمل الحلقه للتخطيط الذاتي. ده شكر مني لحضرتك ان انت قبلتي لما بعت لك الرسائل اللي جات لنا على الصفحه، قلت لي خلاص هنعمل الحلقه تاني، وبشكرك جدا. وعايزه حضرتك نكمل حوارنا للحلقه اللي فاتت. تمام. احنا كنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن التخطيط الذاتي، وكنا بنتكلم على سبع اركان. الركن الروحاني والصحي والشخصي والاجتماعي او العائلي والمادي والمهني والمادي. تمام. تمام. العاطفي والاجتماعي والعائلي. تمام. والمهني والمادي. تمام كده معانا سبعه او ثمانيه، احنا ممكن نزود اكتر من كده. تمام. كل واحد بيشوف الجانب اللي هو ملم بيه او عاوز يخطط فيه. يعني هو مش قانون ثابت. طيب عايزين نتكلم، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن المادي، عن الصحي، عن الروحاني والصحي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الهدف الصحي او الهدف الشخصي. الركن الشخصي النهارده هنتكلم عن تنميه ذاتنا. ازاي ننمي ذاتنا وازاي نطور من ذاتنا؟ عندنا الكتب، عندنا مشاهدات الفيديو، الشرائط السمعيه. تقدر تطور ذاتك بحضور الدورات على الاونلاين عادي، ما فيش اي مشكله. في امكانيه متاحه لاي حد ان هو يطور ذاته عن طريق الانترنت، لان بقى عالم مفتوح بالنسبه لنا، نقدر نعلم نفسنا من اي حاجه من الاتجاهات دي. ده بالنسبه للهدف الشخصي. اللي هو الذاتي، اللي هو الذاتي اللي هو انا. تمام. الشخصي ده مبني عليه الاجتماعي او العاطفي. تعالى نتكلم عن الركن العاطفي ونخص شويه. الركن العاطفي هو القلب. تمام. الجزء اللي احنا بنحب بيه وبنحس بيه وبنفكر بيه، واغلبيه احنا علشان شعب مصري فدايما بنتعامل بعاطفتنا. احنا على طول العاطفه هي اللي ايه اللي سابقانا. فعلشان العاطفه تبقى سابقانا مع عقلنا اللي هو العقل اللي هو الشخصي. أيوة. تمام. زي ما احنا بنتكلم، هو العقل مع الايه، مع العاطفه، مرتبطين مع بعض، مرتبطين ببعض عشان نعمل حياه متوازنه، لان التخطيط مبني على التوازن. فعلشان خاطر اختار حياتي العاطفيه صح، لازم اكون شخص اجتماعي كمان. تمام. طيب علشان خاطر اكون زوج صح، لازم ابني حياتي الزوجيه صح، يبقى لازم اختار زوجتي بطريقه صحيحه، على قيم مبنيه على اسس سليمه. لازم كمان ابقى عندي خلفيه عن تربيه ابنائي، اعرف اربي اولادي ازاي. كل ده بالشخص بالجانب العاطفي، الجانب العاطفي والشخصي، دول متكاملين لبعض. علشان انا عايز اكمل حياتي واعيش حياه متوازنه، لازم يبقى في توازن بين عقلي وقلبي. لان العاطفه لما بتغلبنا او بتتغلب علينا بنخسر منها مواقف كتير او بنخسر فيها فرص كتير. يعني لو عاطفه حضرتك لو امتلكت العقل كده توصلنا لايه؟ لخساره. فعلشان كده لازم سيد القرار هو العقل. تمام. سيد القرار هو العقل. علشان خاطر يبقوا اتنين متوازنين، يبقى انا بعمل صلح بين قلبي وعقلي. واللي يقول عليه احساسي هو صادق. واللي يقول عليه قلبي
هو صادق، يبقى الاثنين كده تمام. القرار بتاعي اتوكل على الله. المرحله اللي بعد كده او الركن اللي بعد كده هيكون الاجتماعي او المستوى الاعلى او المساحه الاكبر بتاعتنا. الاجتماعي بقى بالنسبه للعائله الخاصه بتاعتي، البيئه بتاعتي، هيبقى الابوين، الاصدقاء، الزمايل، الاقارب، المحيط، العمل بتاعي، المحيط، البيئه اللي انا عايش فيها لو كنت طالب في مدرسه او في جامعه. بالنسبه للركن المهني، هنيجي للمهني زي ما عملنا في الشخصي ونمينا نفسنا كذاتي، هننمي ذاتنا وشخصيتنا في الجانب المهني بخصوص مهنتنا. يعني لو انا مهندس هقرا في التخصص بالهندسه، لو طبيب هقرا واتخصص او هاخد دوراتي واخص وقتي للتعليم بالمجال بتاعي علشان اطور في مهنتي واكون متميز. احنا في يعني بسم الله ما شاء الله الشعب المصري في ناس كتير كويسين ومتميزين، تميزهم اللي هو النادر او الافضل اللي دايما الناس بتفكر فيه او دايما بتبحث عنه، اللي بتحبه، اللي الجانب بتحبه، اللي بتحبه، واللي كمان اللي بيزود من معلوماته ومن بيوسع من افاقه، ان انا اقرا في مجالي اكتر، ان انا اتعمق اكتر في دراستي، ان انا اتفوق اكتر في مهنتي وادي عملي اكتر. واللي بيزيد في المهنه كمان دكتوره اللي هي الضمير المهني. ده جميل، ده اكيد هو ده بقى بيخص الشخصيه، الضمير والقيم والمبادئ والاعتقاد الذاتي بيخص الشخصيه. يبقى انا لازم اعتقادي في ذاتي ان انا اكون شخص صادق، ده قبل اي حاجه لازم اكون خالص النيه لله سبحانه وتعالى. يبقى ده يرجع لاول الجانب الاولاني، الجانب الروحاني، التخطيط الذاتي، بناء لحياتنا الايجابيه المتوازنه. تحس ان هي هم اركان زي الايد كده، ارقام متوازنه مع بعضها، كل تخطيط بيكمل التاني، كل ركن بيكمل التاني. لو في نقص في جانب او في ركن من الاركان هيحصل خلل في الحياه. تمام. فعلشان كده لازم نحاول على قد ما نقدر نمسك نوت بوك كده زي ما احنا ماسكين كده ونخطط لحياتنا كل يوم، نقسمها لسبع اركان او الاركان اللي احنا عايزينها، العدد اللي في حياتنا، اولادنا، اسرتنا، بيتنا، شغلنا، قراءاتنا، كل ده في التخطيط. يعني مش قرار او مش الزام على الناس اللي بتتفرج المشاهدين ان هم يبقى سبعه، لا طبعا حياتك مفتوحه وقرارك فيها على حسب المحيطين او الحياه المحيطه بالشخص نفسه. كل واحد بيخصه حياه يعني مختلفه، حياتي غير حياه حضرتك، غير حياه الاستاذ هشام، غير حياه المشاهدين. فالاغلبيه ان احنا كل واحد ليه حياه خاصه بيه، فكل واحد شايف من منظور حياته هدفه. نكمل بعد كده، بعد الركن المهني الركن المادي. المادة دايما انجذابها للأرض، هي طاقة أرضية فبتجذب الناس للأرض. دايما اللي بيبقى تفكيره مع الماديات بيبقى عنده أمراض، بيبقى عنده ابتلاءات، بيبقى عنده تحديات كتير، وعنده ضغوط كتير. لأن دايما يقول لك أنا ماشي في ساقية، أنا بلف في دايرة مغلقة ومش عارف أخرج منها. ليه؟ لأن مفيش ركن روحاني، مفيش ركن صحي، هو ماسك الجانب واحد وفضل رابط نفسه فيه ورابط بيه حلقة وهو رابط نفسه بيها. لكن أنا لو خرجت من الطاقة الأرضية دي اللي جذباني ووصلت للمادة، المادة بتلبي احتياجاتنا. وسبحان الله ربنا مدينا طاقتنا ومدينا قدرتنا علشان احنا اللي بنجيب الفلوس مش هي اللي بتجيبنا. مفيش، ما احنا اللي بنعملها، احنا اللي بنشتغل عشان ندخلها وتجيب طلباتنا واحتياجاتنا. ما الفلوس لتلبية احتياجاتنا، تبقى مش غاية، تبقى وسيلة لتلبية احتياجاتنا. فعلشان كده نربي أنفسنا أو نربي نفسنا ونربي أولادنا على أن المادة، حتى الشخص المادي بيبقى ما عندوش جانب عاطفي، ما بيبقاش مرتبط بالعاطفة. فعلشان كده نبعد عن فكرة أن أنا طول النهار أجري ورا الفلوس، أجري ورا الفلوس، لا. عشان حياتي تبقى حياة متوازنة لازم أرجع لبقية أركاني وأعمل الحياة المتوازنة بتاعتي. أو ما نمسكش ركن واحد من الأركان دي كلها. لا. تمام يا دكتور. طب اللي بعد المادة؟ اللي بعد المادة احنا اتكلمنا عن الجزء الاجتماعي والعاطفي، هما كده السبعة خلصوا. انا حاولت على قد ما اقدر علشان انجز وقتي. لا، ما احنا ولبي طلبات المشاهدين وادي وقت للمداخلات، ان الناس تتكلم وتتواصل معانا، عشان كده اجزت على قد ما اقدر. اجازة حضرتك بتوضح لنا ان اللي بيحدد، اللي عنده طموح وبيحدد الاهداف كتابة في حياته بيوصل للنجاح.
او طبعًا. يوصل الحياه فيها استقرار نفسي ومادي. تمام. الورقه والقلم مهمين جدا. انا لو خطر على بالي اي فكره في حياتي، اي خطوه بمشي بيها في الحياه. تمام. يعني انا النهارده جايه اطلع في البرنامج، والله جات لي فكره وقلت مقوله اقولها، النهارده بقرا كتاب، احدد على جمله عجبتني، حسيت اثرت جوايا، شفت موقف في الشارع احكي، لو انا عندي كمان موقف انا غضبان منه او عندي ضغط نفسي مسببني بسبب الموقف دوت، امسك ورقه واكتب المشكله اللي في حياتي او المشاكل اللي في حياتي، امسك واكتب واطلع الطاقه السلبيه كلها على الورقه. القلم والورقه مهمين جدا، هتعمل راحه نفسيه يا دكتور. القلم الرصاص زي ما اتعلمنا، القلم الرصاص زي حياتنا. اكتب اخطائك، مفيش اي مشكله، عنده امكانيه مرنه جدا القلم الرصاص ان تقدر تمسح اخطائك. بلاش نمشي باخطائنا، بلاش نمشي بماضينا، بلاش نمشي بالماضي ونجرجر ورانا ونفضل نندم عليه ونندم عليه ويبقى هو اللي جاذب تفكيرنا وهو اللي مشدد تفكيرنا. لا، نمسح اخطائنا اللي اتعلمنا منها، وبعد ما بتمسح انت بتكتب من اول وجديد وبتخطط من اول وجديد، علشان كده يبقى تخطيط متوازن لحياة إيجابية. طيب دكتور، أنا كل مرة أسمع من حضرتك لما بنتكلم مع بعضينا وتكلميني عن نقطة القلم الرصاص دي بلاقي نفسي ابتسمت، عارفة بحس بطاقة إيجابية فعلا جميلة جدا. يعني أنا كان نفسي أخلص أو حضرتك تلخصي الأركان عشان خاطر النقطة دي بالذات، والحمد لله إن حضرتك قلتيها. طب دكتور، بالنسبة للبيئة، هل البيئة بتأثر على التخطيط الذاتي؟ إن أنا مثلا ليا هدف معين، هل البيئة المحيطة بيا إن في أثناء التفكير أو التخطيط في ده بتأثر على التخطيط بتاعي أو الهدف بتاعي؟ طبعا، الناس اللي حوالينا عندنا ما شاء الله جانب مشرق وجانب محبط، بس أنا من شايفاه من ناحية المحبطين، أنا النهاردة ومعاك أهو بقول لهم شكرا، لأني بسبب إحباطاتكم إحنا موجودين كلنا، الكل اللي شغال في أي مجال وحاسس بتعرف إن أنا بحبك ونجاح، وأنا كمان بحبكم في الله، والله أنا بحبكم جدا والله. بصي، كل ما اكلمك حتى بصفه شخصيه لما بكلم حضرتك بجد باخد طاقه ايجابيه، ربنا يعني يخليك يا رب. بحس ان انا عارفه ان انا خلاص هخرج من الاستوديو هيبقى فيه تخطيط جديد. جميل. يعني هحس ان انا هعمل حاجات جديده. جميل. معلش هسيب حضرتك برضو، معلش ان انا قطعتك. لا لا، اتفضلي كملي موضوع ان البيئه المحيطه بتاثر على التخطيط. المحيطه بتاثر طبعا، البيئه اللي في البيت بتاثر عليك، الوالدين بيأثروا عليك، بس كل واحد بيأثر من إدراكه هو ومن فكره هو ومن عاطفته هو. حتى اللي بيحبطك بيحبطك من وجهة نظره هو، من وجهة نظره في حياته. فعشان كده بنقول لهم شكرا، لأني بسبب إحباطاتكم، لأني أنا شفت أن الجانب الإحباط أو الجانب اللي مش مشرق أو الجانب السلبي أن هو السبب في الحافز اللي هو بيخليني وبيديني دافع أن أنا أقدم على الخطوة اللي أنا مقدمة عليها. لا، ده أنا هكمل، علشان الحافز ده هو اللي هيخليني أكمل مشواري وأثبت لنفسي وللناس اللي حواليا إن أنا هكمل إن شاء الله بإذن الله مشواري. طب حضرتك كلمتنا عن الجزء اللي فيها الإحباط، عايزين نتكلم على حضرتك الموضوع بقى اللي احنا يهم المشاهدين، فوائد التخطيط بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة للإنسان عايز يخطط لحياته. تمام. الفوائد، الأجزاء الواحد يقدر يمشي عليها. الفوائد او النصائح بتاعه التخطيط، اولا انا ببقى اخطط بطريقه ايجابيه، يبقى تفكيري ايجابي، يبقى انا عرفت قدراتي، يبقى انا انسان ربنا سبحانه وتعالى فضله على سائر المخلوقات. تمام. يبقى خلق لي الكون كله خادم ليا، الهواء ليا، الميه ليا، السماء ليا، البحر ليا لوحدي. كل واحد قاعد بيتفرج او سمعنا، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليك لوحدك، ملكك، ربنا سبحانه وتعالى خصك بيها. طب ليك هدف ورسالة؟ انا بقى من التخطيط ببدأ اعرف امتي ورسالتي، ببدأ اعرف امتي ورسالتي، انا اتخلقت ليه يا رب؟ انت خلقتني علشان اكون خليفة في الارض، علشان اعمر بيها الارض، انا موجود عشان اعمر بيها الارض. طيب استاذة سوزي، انا مش زي صعب عليكي نفسك، انا عارفة ان في ملابسات كتير برضو في المجال. في انا شايف ان حضرتك يعني بتتكلمي بروحانيه جدا وببساطه، يعني بتخلي الواحد بيزرع من جوانا الامل والطموح لينا وللمشاهدين. تمام. احنا بنشكر حضرتك جدا، واتفضل يا سماحه. استاذه سوزي، بصي انا بس عايزه اوضح حاجه لمشاهديني، استاذه سوزي هي بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر عليكي،
هي مفيش حاجة في نفسيتها، انا بصفتي ان دي تاني حلقة لينا فقربنا من بعضينا، فاحنا من كلامنا مع بعض هي مفيش اي حاجة شخصية تعباها ان هي تدمع، بس انا حاسة بيها، هي عايزة توصل ليكو لان هي ام، بعيد بقى عن ان هي دكتورة او مدربة، الكلام ده كله، هي ام عندها اولاد بتحاول تنصحهم ازاي يخططوا لمستقبلهم، فزي ما بتنصح اولادها بتحاول تنصح مشاهديني لعل وعسى يكون في دلوقتي في سن اولادنا، عايزاهم يستفادوا على قد ما يقدروا، عايزاهم يخططوا صح، فهو ده الاحساس اللي واصلني منها. جميل. انا مبسوطه جدا 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 بوجودك، ربنا بس مش يخليك. عايزاكي يعني لا، هو تأثيري بالبكا هو مش بكده، هو انا عايزه بس اوضح ان الحياه مش مشرقه 100%. الحياة فيها الجانبين، فيها وجهين زي وجه العملة بالضبط، وجهين لعملة واحدة، في الجانب المشرق وفيه الجانب السلبي، زي السماء والأرض، زي النهار والليل، زي الظلام، احنا بنصحى الصبح الشمس بتشرق علينا وفي وقت الغروب بتغرب، بس هي بتشرق في حتة تانية، طيب فالأمل موجود. اتفضلي. والأمل موجود. نقف عند الأمل، معانا اتفضل اتصال تليفوني، اتفضل. نقول ألو. أنا عاملاكم بس مفاجأة الأول، تمام، نقول ألو. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ الله يخليكي يا حبيبتي، اتفضل. منورة منورة والله، منورة 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 ببنوتك اللي معانا استاذة سوزي، والله ومنورة باتصال حضرتك. منورة بيكي انا وعدتك. هشام، ربنا بسم الله ما شاء الله متشكر عليكم حبيبتي يا وربنا ماما، سبحانه وتعالى متشكر جدا يوفقك يا لحضرتك، حبيبتي متشكر انت جدا. والاستاذ هشام وسوزي وكلكم. حبيبتي الله يا ماما، يخليك، الله ربنا يخليك، الله يخليكي. يخليك. انا مبسوطة ايوه جدا ان حضرتك يعني قدرت ان بسم انا اعمل الله ما انتي. شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم، منورين الشاشة والله، حبيبتي يا منورين ماما. الشاشة. الله يخليك يا ماما. طيب مش عايزة تقولي لماما حاجة؟ بقول لها انا بحبك قوي، وربنا يبارك في عمرها يا رب، ويديها الصحه، واشوفها دايما منوره كده ومسمعاني صوتها الجميل. ربنا يخليها. وانا والله بتمناك يا حبيبتي، وربنا يوفقك يا رب لاولادك ويديك الصحه. حبيبتي يا ماما، ربنا يخليها لك ويخليكي ليها ويديم عليها رضاكي، لان هي اكيد بصرف نظر عن المطبات اللي بتحصل في الحياه والتخطيط اللي هي بتخططه، اكيد برضو بيبقى فيه شويه صعوبات، بس لولا وجودك ولولا دعواتك انت معاها ربنا يخليكي ليها. شكرا يا ماما، وشرفنا اتصالك. دكتوره، عايزه حضرتك تكملي الجزء اللي كده والجزء الايجابي. جميل. انا عشان خاطر برضو الناس ما تقولش ان التنميه البشريه او التطوير الذاتي بتدي طاقه وبنسيب الناس بالطاقه دي والناس بتخرج الواقع بتصدم، لا، هو الواقع بتاعنا بيقول ان في تحديات، واحنا قلنا ان التحديات دي من ربنا سبحانه وتعالى، وبسبب التحديات دي هي اللي بتخلينا نقوم ونقف تاني على رجلينا، بس اهم حاجه لما باجي اقوم او باجي اقع، بقع على ظهري، ما بقعش على بطني، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ان انا لما ببص لفوق، ببص لرب العباد، هو اللي بيقومني وهو اللي بيساعدني. اعذروني يعني عن لا، حضرتك قلت لنا قاعده، تأثري. حضرتك قلت لنا قاعده جميله جدا نحب نوضحها للمشاهدين، ان حضرتك عملتي قاعده اللي هي مقياس حاله، اللي هي ما نعرفه عن وضع الحال اللي احنا عايشين فيه، وعلى ما نرغب فيه مستقبلا باستخدام مهاراتنا وخبراتنا ومعرفتنا. كل ده محصله في الاخر هيبقى فيه نتائج ناجحه. تمام. لكل اهم شخص. حاجه، اهم حاجه ان انا اكون بفكر بطريقه ايجابيه، بخطط بطريقه ايجابيه، ببني حياتي، بوزن حياتي، بعمل توازن بين كون الارقام كلها. تمام. علشان خاطر احس واستمتع بالحياه. بجد عندنا الاراده، ربنا سبحانه وتعالى مدينا الاراده ومدينا القوه بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، ان احنا نقوم من اي تحديات، وكل مشكله داخلها الحل. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجيب الداء بيبقى فيه الدواء. دواء. فربنا سبحانه وتعالى في كرب في فرج، في فرج، في حزن في فرح، ففي الجانبين. فعلشان كده ما نبقاش ايه، احنا مدعمين ومحفزين للناس وعايزين الناس كلها تبقى فرحانه ومبسوطه وسعيده، وسبب بكايا ان انا عايزه اقول لهم ان انا قابلت تحديات كتير، وانا عارفه ان هم كلهم قابلوا تحديات كتير وبيقابلوا تحديات كتير، بس مش معنى كده ان انا اقف واندب حظي واقول اللي فات واللي مات واللي راح. ده لا،
واقفه عند النقطه السيئه وافضل على الماضي ما. وهي دي فكره القلم الرصاص. يبقى نبدا بنفسنا ان انا ابدا من وقت النقطه اللي انا وقفت فيها وانطلق من اول وجديد وابني حياتي من اول وجديد. لو انا بشتغل في شغلانه ومش عاجباني اغير الكارير بتاعي واسعى لشغل تاني، اسعى لمشروع تاني. لو ابني مش عاجبه الكليه ما نفرضش حاجه على اولادنا، نسيب اولادنا يفكروا بطريقه ايجابيه، نلاقي لهم القدوه لان احنا محتاجين القدوه في مجتمعنا، محتاجين القدوه اللي احنا نقتدي بيها. رسولنا موجود وكل انسان ليه دين، ليه رسوله وليه القدوه بتاعته. فربنا سبحانه وتعالى اول مهمنا، بعد كده صحتنا، لازم نحافظ على صحتنا كويس، لازم ننمي عقلنا. العقل غذاؤه القراءه. طب احنا دي هنعتبرها نصائح من حضرتك لمشاهدينا، لان انا كنت حابه ان انا اقول لحضرتك قولي لنا شويه نصائح كتير، فتفضلي كمان. هي دي النصائح. بعد لما انا بقوي عقلي او بنمي عقلي، كل ما هقرا ما استهونش بالكتاب، مش عايزه حد يستهون، لان دي خبره سنين. اللي كاتب لك الكتاب ده كاتبه لك في خبر في 10 سنين، في 12 سنه، مش في يوم واتنين، خبره 10 سنين. يعني انت معاك ملخص لحياه كامله شامله لناس كتير جدا، فحاجه جميله جدا. ما تستخسرش في كتاب، ما تستخسرش في فيديو، تتفرج على حاجه ايجابيه تفيدك. على اليوتيوب تفيدك. ما تضيعش وقتك، لان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على وقتنا وعلى شبابنا وعلى مالنا اللي احنا صرفناه. فلازم نبقى حريصين ان احنا في كل حياتنا نبقى حريصين عليها، لان هي فرصه، هي مرة واحدة. احنا بنعيش حياتنا براحتنا وباختياراتنا احنا، فعلى حسب اختياراتك دي حياتك، تبني حياتك بطريقة ايجابية ومتوازنة علشان تعيش وتحس ان الحياة فعلا تستحق ان انت تحبها وتعيش بيها وانت مبسوط. يبقى ناخد من حضرتك من الكلام كده ارشادات لكيف تخطط لحياتك. هي دي حاجة برضه. كيف تخطط لحياتك؟ لازم تكون فكر بطريقة إيجابية. زي ما احنا قلنا، نحافظ على الجانب الروحاني، الصحي، الشخصي، العائلي والاجتماعي، الاجتماعي والمهني والمادي. طيب نقف دقيقة بس معلش، معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. الو الو، لو سمحت اتواصل مع المدربه سوزي ربيع. اهلا بيكي، اتفضلي. معاكي مدام امل العشري. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وعدتي ووفيتي، ميرسي جدا. حبيبتي ما شاء الله منوره الشاشه. ربنا يخليك يا رب. ما شاء الله زي القمر. ربنا يخليك. البرنامج يجنن بجد، ربنا يبارك لكم في البرنامج الجميل. يا حبيبتي يا رب. اللهم امين يا رب، ويكرمنا جميعا يا رب. ميرسي جدا على مداخلتك والله. انا استفدت قوي من اللقاء بتاعك يا مدام سوزان. يعني انت حد ما شاء الله عليكي، يعني اللباقه والشيكه قوي في التعامل. ربنا يخليكي. انا عايزه اقول بس ان الاستاذه امل قاعده انا واولادي متابعين البرنامج بتاعك، وفعلا استفدنا قوي. انا عايزه اقول لحضرتك بس ان انا عايزه انوه للمشاهدين ان الاستاذه امل انا عملت معاها لسه قبل ما اطلع على الهواء مكالمه تليفونيه، ولسه ما حصلش نصيب ان انا اشوفها، بس بجد انا سعيده جدا ان ده رايك. وانا قلت لك انا عايزاكي تشوفيني علشان تبقي تشوفي المفاجاه، وتقولي لي رايك بايجابيه او سلبيه زي ما حضرتك شايفه. لا ما شاء الله عليكي، انا استفدت كمان من البرنامج. شكرا. ابني رافض خالص موضوع القراءه، رفضه تماما. يعني عايزه اقول لك يعني بجد استفدنا جدا من اللقاء بتاعك ده. ميرسي، ربنا يخليك. يعني انا اول من الناس ان انا هبدا القراءه. يعني انا بصراحه عندي، انت عارفه طبعا سيدات الاعمال بيبقى وقتهم صغير، فانا هبدا بقى في موضوع القراءه بقى. وتفكير احنا امة اقرا، احنا امة اقرا. تمام. فاحنا لازم ندعم اولادنا، ولازم نعمل ركن المكتبه في البيت ان احنا نحط فيها الكتب. ومعرض الكتاب موجود دلوقتي، لازم نروح ونشتري الكتب ونخلي اطفالنا يشتروا الكتب برغبتهم. ما نفرضش حاجه على اطفالنا، نحاول ان احنا نديهم مساحه ان احنا نقعد ونقرا لهم قصص، ونحاول نديهم من وقتنا شويه. لو احنا بنشتغل نحاول ندي في مجال التنميه والقراءه. القراءه مهمه جدا 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 في حياتنا. استاذه امل حضرتك معانا تقريبا. طيب استاذه امل، احنا متشكرين جدا لاتصالك، وبرنامجنا جميل بوجود حضرتك وباتصالات حضرتك. متشكره جدا ليكي دكتوره. يعني هي للاسف وقت حلقتنا خلص. ممكن لو عايزه تقولي حاجه سريعه للناس الايجابيه في حياتك او الناس السلبيه في حياتك سريعا كده، اتفضلي.
انا في حياتي الحمد لله اللي انا شفته كان اغلبيتهم محبطين، بس انا بقول لهم انا سعيده جدا ان انا عرفتكم، وبقول لهم شكرا على دعمكم اللي هو العكسي. انا بقول للناس ان انت دايما تاخد الاشاره المحبطه بالعكس، شوفها من الجانب المشرق، ان ده دافع وحافز. رد عليه بهدفك، رد على نفسك لنفسك وعلى الاخرين بهدفك بتخطيطك لحياتك، وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستعين بالله في كل امورك. حضرتك احنا متشكرين جدا لحضرتك، وكده نفهم من كلام حضرتك بايجاز ان ده دافع لكل واحد مجتهد ومتفوق، اللي هو يجتهد بالاركان بتاعت حضرتك وارشاداتك هيتفوق يبقى ناجح في حياتك ان شاء الله. وان شاء الله يعني محصله ان احنا نقول للاستاذه متشكرين جدا على استضافتك لينا وتلبيه رغبه المشاهدين، ونحب نقول لكم اذا امتلكت قرار التخطيط فعليك ان تستعد للنجاح وتطور مهاراتك وتواجه حياتك لذاتك. طبعا طبعا انا بعتذر لمشاهدينا اللي بيحاولوا الاتصالات، لان بيقولوا لي في الكنترول ان في اتصالات كتير للاسف، عشان نقدر ناخد المعلومات، او الحمد لله المعلومات اللي خدناها النهارده ما قدرناش نرد على التليفونات كلها، خدنا بس تليفونين كده عشان نعرف الدكتور ان في ناس حابين ان هم يوصلوا صوتهم ليها. للاسف وقت حلقتي خلص، واعزائي المشاهدين انتظروني الحلقه القادمه ان شاء الله في نفس الميعاد يوم الثلاث مع ضيف حلقتنا. لو في اي اسئله اتفضلوا ابعتوها على صفحه البرنامج كلمه فاصله. هيكون معانا اخصائي الطب البديل والحجامه الاستاذ عادل او الشيخ عادل الشريف ان شاء الله. الى اللقاء، القاكم على خير ان شاء الله.